دلوقتي احنا في اطار كان عرضنا على معالي الوزير انشاء مركز للمتفوقين والموهوبين، ده هيبقى في سيادة توافق على جهاز مدينة طيبة، ده هيضم كل الموهوبين والمتفوقين في مختلف الانشطة والمسابقات. بنعمل باكورة في مدينة محافظة الأقصر هنا بحيث يبقى في مركز متقدم، عندنا مواهب وعندنا امكانيات موجودة جدا جدا من خلال الحفلات اللي عملناها والحفلات الانشطة اللي احنا عملناها في ادارة موهوبين. عندنا اكتشفت كل احنا بصدد انشاء المركز على اعلى مستوى بحيث يضاهي باقي المراكز ان شاء الله.